سيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله وحسينا الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد له لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بوجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد الفعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب من برنامجكم دمع العين على استشهاد الإمام الحسين الذي يجمعنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأعلام حيث نركز فيه على سيرة حياة سيدنا الحسين عليه السلام حديث حلقتنا اليوم عن عطش الإمام الحسين ومنعه من الشرب واشتد عطش الإمام الحسين فدنا من الفرات ليشرب فرماه حسين بن نمير بسهم فوقع في فمه فجعل يتلقى الدم بيده ورمى به إلى السماء ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال اللهم إني أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجالهم نحو منزل الحسين فحالوا بينه وبين رحله فقال لهم الحسين ويلكم إن لم يكن لكم دين ولا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارا ذوي أحساب امنعوا رحلي وأهلي من طغاتكم فقالوا ذلك لك يا ابن فاطمة ثم إن شمر بن ذا الجوشن أقبل في الرجالة نحو خمسين فأخذ الحسين يشد عليهم فينكشفون عنه ثم إنهم أحاطوا به إحاطة وأقبل إلى الحسين غلام من أهله فقام إلى جنبه وقد أهوى بحر بن كعب بن تميم الله بن ثعلبة إلى الحسين بالسيف فقال الغلام يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فقطعها فنادى الغلام يا أمتاه فاعتنقه الحسين وقال له
يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك، فإن الله يلحقك بآبائك الطاهرين الصالحين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وحمزة وجعفر والحسن. وقال الحسين: اللهم أمسك عليهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض، اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا ولا ترضي عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا. ثم ضارب الرجالة حتى انكشفوا عنه، ولما بقي للحسين في 3 أو 4 دعا بسراويل ففزره ونكثه لئلا يسلبه، فقال له بعضهم: لو لبست تحته التبان، قال: ذلك ثوب مذلة ولا ينبغي لي أن ألبسه. فلما قتل الإمام الحسين سلبه بحر بن كعب، وكانت يداه في الشتاء تنضحان بالماء وفي الصيف تيبسان كأنهما عود. وحمل الناس على الإمام الحسين عن يمينه وشماله، فحمل على الذين عن يمينه فتفرقوا، ثم حمل على الذين على يساره فتفرقوا، فما رؤي مكثور قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما منه. إن كان الرجالة لتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزي، إذا شد فيها الذئب. فبينما هو كذلك إذ خرجت زينب رضي الله عنها وهي تقول: ليت السماء انطبقت على الأرض. وقد دنا عمر بن سعد فقالت: يا عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فدمعت عيناه حتى صالت دموعه على خده ولحيته، وصرف وجهه عنها. وكان على الحسين جبة من خز، وكان معتما مخضوبا بالوسمة، وقاتل رجالا قتال الفارس الشجاع يتقي الرمية، يشد على الخيل وهو يقول: أعلى قتلي تجتمعون؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله، ويم الله، إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. أما والله لو قتلتموني لقد ألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم، ثم لا يرضى لكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. ومكث طويلا من النهار، ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه، ولكنهم كان يتقي بعضهم ببعض. فنادى شمر اللعين في الناس: ويحكم، ماذا تنظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، وقد شجعهم ما أصابه من شدة الإعياء والضعف. فضرب زرعة بن شريك التميمي على كف الحسين اليسرى، وضرب أيضا على عاتقه، ثم انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو. وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع. وقال لخولي بن يزيد الأصبحي: احتز رأسه. فأراد أن يفعل فضعف وارتعد، فنزل إليه سنان فذبحه واحتز رأسه. ووجد بالحسين 33 طعنة و34 ضربة غير الرمية. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام
على عطش الحسين ومنعه من الشرب. تابعونا بالحلقة القادمة. دمع العين على استشهاد الإمام الحسين. الطغاة المارقون يسلبون ثياب الحسين التي يلبسها بعد مقتله رضي الله عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحسينا صار